عدنا للتواصل معكم متابعينا عبر فقرات 24 جراد. وصلنا معكم إلى ترند، وترند هذا المساء عن أن التكنولوجيا تكسب، وبالتأكيد يعني أي رهان على التكنولوجيا منذ ظهورها يعني من أواسط الثمانينات إلى يومنا هذا، التكنولوجيا في يعني حالة بتاع التطور، وأي شخص استثمر فيها كانت عنده نتائج مرضية بالنسبة له. وواحد من المشاكل اللي ممكن تواجهنا انه انت بتتصل مثلا على شركة اتصال، على شركة بتاعت خدمات، فبيكون الكول سنتر او العامل المفروض يجيب ممكن ما يرد لك، ودي حصلت لنا كثير يعني، كلنا الناس كلها عندهم تجاربهم يعني، انه العامل ما يرد لك، او حتى اذا رد لك ما يقدر لك غرضك ويقول لك انا ما عارف ولا كده، او يقوم يتعامل معك بطريقة ما كويسة. واحد من الشباب السودانيين عنده برنامج، وهو برنامج خطير جدا فيه تفاعل يعني، انه رد آلي، والرد الآلي مش بس يعني عنده مجموعه بتاعت اسئله هو بيجيب عليها، هو قادر على انه يفهم العاميه السودانيه ويجاوب، وبيكون متوفر طول الوقت، وما بتحصل لنا المشكله بتاعت انه ما ردوا علينا مثلا الشركات المختلفه ونحن بنحاول ناخذ الخدمات عبر التلفون. عموما احنا حنعرف المشروع اكثر، وحنعرف انه الشاب اللي استطاع انه ياخذ جائزه من واحده من المؤسسات اللي بتدعم الحركه التكنولوجيه، وبتدعم كمان الشباب في انهم هم يقدموا مزيد من براءات الاختراع المختلفه. انا سعيده جدا انه انا يكون معانا الشاب الفائز بجائزة النسخة الرابعة من أورنج كورنر السودان، باشمهندس محمد عبد الرحمن فضل. مرحبا بك ومساء الخير عليك. أهلا ميسون، سعيد بتواجدي معكم اليوم هنا. أنا طبعا اتكلمت عن حاجة كده أظن الناس كلها أسي كلهم كده، دي كل واحد فيهم عمل لي يعني آي أنت بتتكلمي صاحي إنه حقيقة عندنا معاناتنا فيما يخص الرد الآلي. قبل ما نمشي للمشروع خلينا نتكلم عن مؤسسة أورنج كورنر سودان. نعم، أورنج كورنر هي طبعا مبادرة من الحكومة الهولندية لدعم ريادة الأعمال في العديد من الدول. المبادرة دي بدأت تتنفذ في السودان من سنة 2018 بالشراكة مع شركة 249 ستارت ابس اللي هي شغالة في قطاع اجتماعي يعني، برضو على تأهيل وتدريب الشباب السوداني في مجال ريادة الأعمال. نعم، فنحن كنا في الدفعة الرابعة من البرنامج، اللي هو طبعا يمكن الفترة فاتت برضو كثير من الشباب والشابات بيسألوا عن البرنامج بذاته وهم كيف يقدروا يصلوا وينافسوا زي ما نحن عملنا يعني. ممكن تقدم لهم؟ أكيد، هو برنامج كله 6 شهور بيفتح يعني التقديم له، ومرات يعني أكثر من 2500 نفر بيقدموا في مختلف المجالات بمشاريع او حتى على مستوى بتاع افكار يعني، عشان يقوم يلقى الحته المناسبه، يلقى تدريب على المجالات المختلفه اللي بيحتاجها زول في البزنس على مدار بتاع 6 شهور. بعد ال 6 شهور تنتهي اللي هي فتره بتاعت احتضان، الزول بيكون يدرب فيها برضه على مستوى عالي يعني في مجالات مختلفه زي في تطوير المنتج ذاته، في التسويق، في الموارد البشريه، في المحاسبه، في غيره. بعد ما الشركه تبقى جاهزه لانها يعني تنطلق، فبعدين بيكون في برنامج اسمه الديمو داي اللي هو يوم العرض. الناس المشاريع بتتخرج يعني بتيجي تعرض الشركات بتاعتها وصلت لأي درجه. فالبرنامج ده في نسختين الفاتو كان بيتم توزيع اكثر من 100,000 يورو في اليوم ده، فبتوزع طبعا على عدد من المشاريع بتكون وصلت اليوم الاخير. في النسخه دي من البرنامج كان في 13 مشروع، نحن فزنا بالمركز الاول بجائزه اللي هي 25,000 يورو. الفكره طبعا من البرنامج برضه بتاع أورنج كورنر ما هو القروش بس، هي طبعا ممكن الناس يشوفوها كثير وكذا وخلاص، لكن لا، هو الموضوع اصلا في التدريب وفي انه التحفيز كمان بالضبط كده. صحيح، فهو بياخذ الفندة عشان حتى اللي قدام اذا احتاج لتولز او لاليات او لادوات او لبرامج عشان يشتغل بها تكون عنده القدره يشتريها، يكون عنده دعم يعني من جهات كثيره، وحتى الشركات فيما بيناتها بتلقى يعني فرص بتاعت عمل مع بعض. الفكره انه اللي قدام هو يكون بعدين يعتمد على دخله، او يكون قادر على انه يفتح جولات استثماريه مع مستثمرين ثانيين، لكن بيكون ما يكون مضغوط ويضحي بنسبه كبيره. صحيح، من شركته. وكمان التعريف بك في دوله غير السودان يعني، كونك انت تشتغل مع مؤسسه يعني هي مشتركه ما بين السودان ودوله اخرى برضه بتديك يعني. ايوه طبعا، اكيد طبعا. طيب انا دائما بقول بقدر ما انه الذكاء
الاصطناعي هو بيسهل علينا حياتنا ونحن بنتعامل معه ببساطة شديدة، إلا إنه اختراعه وتطويره أمر صعب خالص. فعايزينك تتكلم لنا عن الذكاء الاصطناعي، وكمان عايزين نتكلم عن مشروعكم. أكيد حقيقة هو في كثير من التحديات، يعني لأنه بيحتاج لموارد ولقد برضو من التدريب عشان نقدر نحل به مشكلة. وزي ما قلت يا سيدي، الترند كله في العالم إنه الناس كيف تستخدم أسئلة كثيرة حايمة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي. صحيح. فنحن طورنا منصة بتاعت يعني هي بتقدم ردود آنية، خدمة تلقائية يعني على كل وسائل السوشيال ميديا. فهي ممكن تكون خدمة أو قناة إضافية بديلة لقنوات كثيرة زي مثلا الكول سنترز، زي ما انت قلتي، اللي هو ممكن يكون مراكز بتاعت صرف، يعني تكلفه تشغيليه عاليه وكذا، وبعدها يكون في كثير من التحديات يعني. والناس هم ذاتهم، نحن ما عايزين نبدلهم، لكن عايزين نغير من المفهوم. صحيح. بدل ما يكونوا هم ذات يعني الموظفين في المراكز دي كثير من وقتهم بيقضوه في انه يردوا على الرسائل المتكرره اصلا. وساعات بتاعت انتظار، نحن كلنا عارفين تجارب مع كول سنترز كثيره. فالحاجه دي ممكن تتوفر عن طريق رساله بس في رقم بتاع واتساب، ولا رساله في الصفحه بتاعت ماسنجر او انستغرام، لانه معظم الناس اللي قاعدين في قنوات السوشيال ميديا اصلا. فنحن بنخد الانظمه بتاعتنا دي في الصفحات ذاتها، فانت ما محتاج تفتش، بس ترسل رساله في الماسنجر مثلا او في الواتساب، وطوالي حتلقى رد اني وبوراه في تقنيات الذكاء الصناعي الاولى. زي ما قلت انه قادره تفهم اللغه السودانيه. صحيح. يعني انا بشتكي من مشكله فلانيه، فهو يفهم طوال، انا عايز اطلب كذا، انا عايز اشتكي من الحاجه الفلانيه، مع انه عاميتنا السودانيه دي هي مختلفه ذاتها. يعني تحدي كبير طبعا. يعني اللي بيتكلم عاميه سودانيه من الشرق ما زي اللي بيتكلمها من الغرب، ما زي اللي بيتكلمها من الشمال، ما زي اللي بيتكلمها من الجنوب يعني. حقيقه نحن خريجين هندسه كهربائيه، انا ومعايا في الفريق مختار وعلي. تحيه لهم. اكيد هم بدينا الحاجه دي يعني يمكن مشاريع تخرج في مجال الذكاء الاصطناعي ذاته. فالتحدي بتاع فهم اللغه العاميه عموما في العالم هو يعني تحدي، وبرضه مجال معروف يعني. صحيح. لكنه في العربي، اللغه العربيه ذاتها تحدياتها يعني ممكن تكون اصعب شويه، وكمان في العربي ذاته السوداني. صحيح. فمن خلال التطوير ذاته الناس كانت قادرين انها تنشر عدد من الاوراق العلميه لحد ما جينا نبني البزنس بعد ذاك على التكنولوجيا الموجوده. طيب واجهكم شنو من صعوبات؟ في طبعا مشاكل ممكن تكون مختلفه شويه، لكن في النهايه التطبيق يعني انا هسه جبت الموديل ده اللي هو قادر يفهم اللغه السودانيه، لكن بعد الاستفاده منه كيف انه نقدر نبني البيزنس موديل المناسب. معنا حاجيب زول عشان يدخل في خدمه مركز تاع خدمه عملاء يعني في شركه اتصالات، فلازم اعلمه مصطلحات الاتصالات ذاتها، وديته للبنك لازم اعلمه البنوك ذاتها. فالفتره فاتت كنا قادرين يعني ندخل في المجالات الثانيه دي ونقدر نعرفها كويس، يعني نقوم نعلم بها ممكن. طيب ما حسيت انه ممكن تكون في مقاومه مجتمعيه بانه والله انتوا جبتوا لنا برنامج حيقعد لنا الاف من الناس في البيوت؟ انا قبل قلت لك احنا بنحاول نغير من المفهوم بتاعه، ما نستبدله. الناس لما يبقى عندهم زمن بقى فاضي من الرد المتكرر، بعد ممكن من مركز بتاع صرف لمركز تاع ربح. الناس اللي بيقوا قاعدين وعندهم شويه زمن يعني فاضي، ممكن لما يكونوا في حاله بتاعت يردوا على الناس ممكن يبدا يضروا للناس، يعني عشان نقول انه هو جاي كداعم للدور البشري. اكيد اكيد. وهي عموما التكنولوجيا طبعا في مخاوف طبعا كثير من الذكاء الصناعي لانه تبدل الناس، لكن هو بيعتمد على المفهوم. طبعا دائما ممكن يكون مكمل ويكون داعم يكون معين لما يكون بالتاكيد، لانه في النهايه البشر طاقتهم محدوده وبيحتاجوا لانه عشان يؤدوا ادائهم افضل انه يشتغلوا زمن بسيط لكن بجوده عاليه. فبالتالي لما نكون عنده بديل من التكنولوجيا او من الذكاء الاصطناعي كمان بيعيننا اكثر يعني. طيب المشاريع اللي نافستكم؟ والله مشاريع اخر ثلاثه مشاريع اللي هو انتم وصلتوا مثلا التوب 5 او الخمسه الاوائل. أي. المشاريع اللي نافستكم حسيت انك انت يعني هي مشاريع حقيقيه ممكن تفيد البلد؟ اكيد انا يعني بنصح كل الناس يحاولوا يشوفوا ممكن الصفحات دي يطلعوا على المشاريع، لانها هي في قطاعات مختلفه. نعم. احنا في التكنولوجيا. نعم. في بريدي خالد وطعم الحميم كلهم في شغال في المجال بتاع الزراعه، تبريد المحاصيل اللي هي بتتلف كل سنه. نعم. يعني في مشاكل كثير الناس بيقولوا ليه احنا ما عندنا يعني حاجه شغاله. نعم. شركات في الحاجة، لانه عندها تحديات مختلفه. فهنا في ناس بافكار
افكار مختلفه عشان يقوموا يحلوا مشاكل اللي بنعاني منها. في برضو ابو بكر كونيكا شغال في مجال يعني ماكينات بتاعت صرف صحي في اللي هو من الحاجات اللي ممكن تكون مميزه يعني، لانه فانا بتكلم عن مشاكل كلها حقيقيه نحن شايفينها قدامنا، لكن هي قاعدة السنين اللي فاتت دي كلها لانه دايره حل مبتكر يعني او طريقه جديده لانه نقدر نحل بها المشاكل بتاعتنا. طيب المشاريع الموجوده الان عند الشباب بينقصها بس الدعم المادي ولا كمان التدريب؟ لا زي ما قلت لك من البدايه هو التمويل في البدايه ممكن يجذب مادي يعني يلفت نظر الناس، وطبعا ضروري مهم عشان كده نحن بنقول انه هو موجود طبعاً. زي ما جائزه ذاتها اللي تقدمت. طبعا مشروعكم برضه كلفكم يعني ما كان مجاني يعني. اكيد هو يعني كل المشاريع اصلا بتدخل يعني في الفتره بتاعت الاحتضان اللي هو بتكون حوالي 20 مشروع اي واحد فيهم بيكون بياخذ زي 5000 يورو اللي هي طبعا بتكون خاضعه للنظام البروكيرمنت سيستم تبع تو فور لاين ستارت اب ذاتهم برضه يعني قايمين بعمل كبير والبرنامج زي ما قلت لك 4 دفع اوريدي طلعت وفي الخامسه ففي عدد كبير من الشركات طلعت فممكن الناس برضه تتواصل معاهم اذا كان حتى المستثمرين حتى الناس اللي عندهم المشاريع ممكن يشوفوا لانه بيقى في زي مجتمع وهو ذاته داعم لبعض يعني في فرص عمل كثيره بين الشركات دي كمان في بعضها. طيب ما بعد الجائزه بالنسبه لكم؟ فترة بتاعت جروث طبعا ان شاء الله قريب حتشوفوا الخدمة دي معروفة حنحاول كلمة جميلة كلمة جميلة فترة بتاعت نمو اكيد دارين نصل للناس وهدفنا في البداية طبعا بالنسبة لهم انه يلقوا تجربة سلسة لو دارين يشتكوا من اي حاجة لو دارين يعملوا طلبات لو دارين يعملوا يعني كل المشاكل دي احنا حنحاول نوفر لهم زمنهم يعني ميزة التكنولوجيا عمل جمعي يعني حتى البرامج والتطبيقات بتكون بيجوا ناس برضو يطوروا فيها يعني فمشروع زي ده ممكن يستوعب ناس كتار يعني لأنه أكيد التكنولوجيا بيكون فيها ثغرات بتاع الضعف بيجي شخص عنده ذكاء بشري عالي فممكن يضيف ويطور وكمان زي ما أنت قلت يعني يكون هو جزء من نماء المشروع صح حقيقة زي ما هو دائما حاجة فعلا تكاملية يعني احنا هسه عندنا المنصة دي اوريدي في عدد من الشركات شغالة بها والمحلات يعني فزول عن طريقها ممكن يسجل فيها طبعا برضه ممكن اذا زاروا الموقع الالكتروني بتاعنا ممكن طوال زول يسجل الحساب بتاعه ويخد الكتالوج الحاجات اللي بيبيعها يربطه مع صفحاته في السوشيال ميديا وخلاص عنده مساعد افتراضي قاعد موجود. طيب بتنصح الشباب اللي هم عندهم مشاريع يعني يعملوا شنو ويقدموها كيف؟ طيب مش بس للجائزة يعني حتى للمجتمع وللشركة أكيد هو دائما أكثر حاجة بتساعد إنه زول يكون يعني الحماس بتاع زول بيزيد وبينقص لكن لما يكون جزء من المجتمع بيشاركوه نفس الهدف ولا الرؤية ولا كده بيكون في الطريقة الصح ففي كم مجتمع يعني لكن المجتمع بتاع أورين كورنرز أو لو الناس تابعت برضو صفحات بتاعت تو فور لاين ستارت أبس وكده في عدد من البرامج بالمناسبة هم أورين كورنرز بس لكن في برنامج اسمه سند نزلوا حتى بالنسبة للشركات الأوريدي يعني ممكن تكون في مرحلة كويسة في برامج استثمارية كمان فزول لما يكون قاعد في حتة زي دي حتى بيعرف حياته ما عارف سنه ما عارفه يعني طيب بالنسبة لكم المشروع القادم شو؟ نحن بنعتمد في النهاية على المساعدة الافتراضي لكن بنزيد فيه تكنولوجيا زيادة عشان نحل بقى مشاكل أكثر يعني متخصصين بس في التواصل في الأنظمة بتاعت المحادثات اللي هي الذكاء الاصطناعي فيما يخص الرد الآلي واللي هو الرد الآلي زي اللي بيكون شنو يا زي انتراكتيف سيستم يعني انه يعني متفاعل مش بس لازم مبسوط يعني هو ما بس رسائل لكن رسائل لانه في ناس بيشكوا منه مثلا يقول لك هذا المتصل غير متوفر الان يعني دي ما حاجه ثابته لكن لا انت ممكن تسال في النظام التفاعلي زي ما قلت لك دايره بيكون في شغل كثير في الاكسبيرينس ذات انه ازور حاجه ده ممكن يكون مشكلته شنو فهو حيحاول يساله باكثر الطرق او يقول له يا اخي بس احكي لي مشكلتك بالسوداني وانا حقدر افهمها واقوم عينك طوالي يعني. أنا والله حقيقة فخورة بكم وأي شخص بيشوفنا حيكون فخور بوجود شباب مثلكم إنه الثورة القامة دي هي ما ثورة فقط بس من أجل تغيير حكم أو ثورة سياسية هي ثورة حقيقة في كل المجالات وفي ظل الظروف دي يعني الباشمهندس هو خريج سنة 20 يعني اللي هي سنة صعبة عموما في العالم كله يعني فنحن يعني من خلال تجربتنا ومشاهداتنا لاحظنا إنه الشباب في ظل الظروف دي هم مجتهدين وبيحاولوا ينتجوا شكرا جزيلا باشمهندس محمد عبد الرحمن ف
فضل، وأنت والشباب اللي معاك فزتوا بالجائزة، الجائزة الأولى من النسخة الرابعة من أورانج كورنرز. شكرا جزيلا لك. تسلم. حننتظركم أكيد. بعد فاصل نعود مرة أخرى عبر 24 جراد، كونوا معنا.